في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة، شاركت الوزارة القادرون باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال استقبالهم بوادي الفروسية وتنظيم احتفالية لهم. أشاد المشاركون بالاحتفالية هم وذووهم في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بهم والحرص على دعمهم وتقديم الرعاية لهم. مش هخاف من النهاردة الاختلاف، إن ده مسمع لصوت، إن أقوم للظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. قادرون باختلاف أثبتوا قدرتهم على التحدي، أصبحوا رقما مهما في المجتمع بدعم ومساندة القيادة السياسية. تحتفي بهم وزارة الداخلية في إطار احتفالاتها بأعياد الشرطة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد قادرون باختلاف، حيث تم استقبالهم وذويهم بوادي الفروسية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندة ابنها، والقيادة كلنا حب ودفاء. أنا جاية النهاردة عشان أعيد الشرطة، وعايز أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. أنا مبسوط وسعيد عشان أنا بحتفل معاكم بعيد الشرطة. أنا بصراحة بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي اللي أتاح لنا الفرصة دي الصراحة يعني. طبعاً أنا جاي أقول لهم ميرسي ليكم بجد على الحاجات الحلوة اللي أنتم بتعملوها لنا. اندمج القادرون باختلاف في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية لهم، مبدين سعادتهم الكبيرة باهتمام وزارة الداخلية بهم وحرصها على الاحتفال معهم بعيد الشرطة وسط عروض متنوعة للفروسية وكلاب الأمن والحراسة. من النهاردة مصر كسبت الرعاية، فين تلاقي زيها أمن وأمان؟ من النهاردة مصر كسبت الرعاية، فين تلاقي زيها أمن وأمان؟ مبسوطة أوي 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 أوي، كسبت الحصان وصورت وخدت يلا وضحكة كتير. احنا لينا وجود، احنا لينا مكان. كابتن حسن فرحانة قوي. انا مبسوطة ان انا جيت هنا بصراحة، انا بحب اركب الخيل وبحب اتفرج على الخيل، وكمان بحب اشكر سيادة الرئيس. اجواء من البهجة والفرحة عمت وادي الفروسية وسط حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على التقاط الصور مع القادرون باختلاف والتفاعل معهم. أجمل يوم في حياتي إن أنا في وسط حبايبي وصحابي ولادي كلهم فنانين، وأنا سبت نفسي معاهم في وسطهم، وما كنتش عايزة خالص أسيب المسرح من كتر ما كنت مبسوطة وسعيدة. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما يجمعنا على الخير ونبقى في وسط الملائكة دول. دولة اهتمت قوي بذوي الهمم، لان فعلا هم جزء من المجتمع، وبجد هم قادرون، يعني هم فعلا قادرون، وقادرون باختلاف بمعنى الكلمة، لان فعلا في مجالات كتيرة جدا حققوا ارقام أكثر من الأسوياء كمان. يعني أنا ما بسموهمش ذوي الاحتياجات الخاصة، بسميهم ذوي القدرات الخاصة، لأن الناس دي إحنا يعني بنشوفهم كده في الحياة، لكن هم عندهم قدرات وإمكانيات كبيرة جدا، وممكن تساهم في إنجازات كبيرة. حاجة في منتهى السعادة النهاردة إن الواحد يشوف كم السادة الضباط واحتوائهم للأطفال ذوي الهمم، وشيء جميل ربنا يديمه علينا المحبة وتجمعنا مع بعض، وان كلنا نتفاعل كده ونتاثر. وجود القادرون باختلاف النهارده على يعني مع جانب احتفالات بعيد الشرطه ولفته جميله، وتتماشى مع المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود القادرون باختلاف بشكلهم الحقيقي. هم الملائكه، هم اللي احنا عايشين الحقيقه يعني ببركتهم، فلفته مش جديده على وزاره الداخليه. النهارده مصر كسبت الرعاية، فين تلاقي زيها أمن وأمان؟ أم
وجه القادرون باختلاف وذويهم الشكر لوزارة الداخلية على هذا الاهتمام والدعم المقدم لهم، كما قدموا لرجال الشرطة التهنئة بعيد الشرطة الذي يرمز للتضحية والفداء. ربنا يخلي رئيسنا، يعني عايز أقول لك على شأن أولادنا، خلى الناس تشاور علينا وتقول فعلا احنا اولادنا قادرون باختلاف. كل رجال الشرطه بصراحه كانوا في استقبالهم، والولاد صعبه، الحاجات دي بتفرق معاهم كتير. يعني الاحتفاليه اللي بتاعت الشرطه رائعه واكثر من رائعه، وبنشكر سياده الرئيس ان هو بيهتم بالاولاد الاحتياجات الخاصه اهتمام عظيم جدا. يوم مبهج وسعيد جدا، وكلنا في منتهى السعاده احنا واولادنا. حقيقي يوم احنا مش هننساه من عمرنا. ما كنتش متخيله ان هو ممكن يبقى بالجمال ده. انا بنتي صغننه بس فرحت فرح، يعني مش قادره اوصف لك فرحانه ازاي. وشافوا حاجات جميله وانبسطوا قوي لدرجه بنتي بتقول لي يا ماما احلى يوم في حياتي النهارده. هذا الدعم الذي تقدمه وزاره الداخليه للقادرون باختلاف مستمر، سواء في تيسير خدمات شرطيه تقدم لهم او مشاركتهم لاحتفالات والمناسبات لرسم الفرحه على وجوههم لمواصلة رحلة التحدي. من النهاردة مصر كسبت الرهان، فين تلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها. أنا حب السيسي أحلى الدنيا حياتي، أبي جوه أحلى الدنيا حياتي. بحبك يا ريس. حرص واضح من وزارة الداخلية على أن تشارك القادرون باختلاف الاحتفالات بأعياد الشرطة، في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بهذه الفئة وتقديم الدعم والمساندة لهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.